بشوف ان الموضوع مهم جدا، لانه هي القصه مش قصه الفرد او الشخص اللي بنتكلم عليه وهو المدمن، ولكن هي يعني قصه متهيألي ان هي تهم كل الاسره، لانه لو في شخص ادمن لا قدر الله في الاسره، انا متهيألي ان الاسره دي كلها تتاثر جدا. طبعا في مشكله كبيره جدا بالنسبه لل دايما في حاجات متعارف عليها كده واحنا بنعالج ان الشخص المدمن في الاسره بيسحب كل مرض البيت. يعني لو في مشاكل، عشان يعني مشاكل داخل الاسره بتتصب كلها على الفرد اللي بيتعاطى داخل الاسره نفسها. بمعنى ايه؟ معنى مثلا اول ما بناخد او المدمن بيدخل مصحه او يبدا يتعالج، خلاص بيبقى مش موجود في البيت، تبدا المشاكل دي تظهر داخل البيت. زي ان بنشوف ان الاب بيسال كل يوم، فنقول له لا ركز انت بقى في البيت شويه. بيبدا يركزوا مع اخواته الباقيين، بيشوفوا مشاكل بتظهر زي ان هم مش مهتمين بالدراسه قوي، زي ان هم يعني في حاجات كتير ناقصه في البيت، في مشاكل. يبدا الاب يركز مع الام اكتر، الاخوات بتبدا مشاكل تظهر جوه الاسره نفسها نتيجه اكتشافهم للشخص المدمن. دي بتبقى المشاكل العاديه داخل الاسره، لكن مع وجود الظاهره بالظبط المدمن بيبقى واخد كل الطاقه الايجابيه والسلبيه وكل شيء داخل الاسره، بحيث ان هو ما بيبقاش فيه نمو اصلا على بقيه الاخوات. ممكن يتاثروا جامد جدا بوجود المدمن داخل البيت، حتى الوالد نفسه سواء كان ماديا او نفسيا او اجتماعيا، وحتى على مسار الحاجات. زي مثلا اخت عايزه تتجوز مثلا، بيبقى في المجتمع ونظره المجتمع لينا يقول لك لا ده اصل اخوها كذا، دي بتبقى عامله مشكله كبيره في البيت. الحاجات دي كلها بتبدا تظهر لما هو بيبدا ينسحب او يبدا يتعالج، فبيبدا الكلام يعني ده يعني هي بتوسم الاسره كلها طبعا، فبالتالي هي بتاثر عليه. عشان كده انا بقول، وده اللي حبيت ابدا بيه كلامي، انه مش بس الشخص المدمن هو اللي بيبقى عنده المشكله، ولكن كل افراد الاسره بتقع في المشاكل بيبقى ليهم من وراه. تمام، بيبقى ليهم سبب رئيسي في الادمان من هو لسه طفل. لو هنتكلم عن الإدمان بشكل عام، الإدمان هو أنا بحب أوضحه أو أعرفه إن هو البحث عن اللذة بغض النظر عن النتيجة. ده مفهوم الإدمان فيما يخص المواد المتخدرة بشكل عام. لكن مفهوم الإدمان هو مفهوم شامل لكل ما هو اعتيادي، سواء كان بعتاد عليه، سواء كان حاجة مادية أو معنوية. ودي بتأثر بشكل عدم وجودها بيأثر على سلوكياتي، وعلى سواء كانت اجتماعية أو شخصية، وبيعمل اضطراب جسماني ونفسي. ده يعني هو الادمان مش مخدرات بس، هو ممكن الشخص يبقى مدمن العاب الكترونيه مثلا، مدمن شوبينج او شراء، مدمن لانه مثلا في ادمان زي ادمان النت، زي ادمان التسوق، زي ادمان انه يبقى قاعد طول الوقت على التليفون بالظبط، زي ادمان الاكل، زي ادمان المواد المخدره، الكحوليات، القمار، الجامبلز. في انواع ادمانات كتير جدا، في ادمان شوكولاته، ادمان بيبسي. الحاجات دي كلها لما بتزيد عن الحد وبقى في اعتياد عليها وعدم وجودها بيعمل لي اضطراب او بيعمل لي قلق، سواء كان جسماني او نفسي، ده بتعتبر ادمان. طيب وكلها، انا مش عارفه ليه حسيت ان كلها بتعمل في الاخر يعني مشاكل للشخص نفسه. يعني لو ادمان مخدرات هي هتاثر على صحته، لو ادمان مثلا شوبينج هي بتاثر على حالته الماديه، لانه طول الوقت مستعد حتى ان هو يتداين عشان يشتري حاجات هو عاوزها. لو ادمان اكل اكيد هتاثر بعد كده في انه يصاب بامراض ومشاكل صحيه. يعني ده حقيقي، هو فهو بالتالي الادمان ده هو هياثر على، لازم ياثر على الشخص نفسه. ده حقيقي، باقي الادمانات مش بتاخد الشكل العام قوي او الشكل اللي هو مهم قوي، لان هي تاثيرها بيبقى على المدى البعيد شويه، او مش واخده زي وصمه العار زي احنا مجتمع شرقي شويه. لكن ادمان المخدرات بشكل عام هو اللي بنحط عليه سبوت شويه، عشان بيبقى فيه ضرر سواء كان نفسي او مادي عليا او اللي حواليا، فده بيبقى عامل مشكله. لكن باقي الادمانات بتظهر انت عشان حضرتك مش بتشوفيه قوي، لكن احنا كعياده بنشوفه، كحالات بنشوفها، لا بيبقى في مشكله. انا تيجي مثلا بيشن يقول لي مثلا، او واحده عموما، بيبقى في غالبيه الموضوع الشوبينج، الستات عموما بتشتري حاجات ممكن تجيبها بالتيكت بتاعها عندها بقى لها سنتين وتجيب كتير جدا مش بتلبسه، بس هي عندها شغف ان لازم تنزل تشتري، ما تقدرش تقعد، ما تنزلش يوم، ما تنزلش كل اسبوع، لازم تنزل تشتري حاجات ما تلبسهاش. ممكن مش لازم تلبس حتى كل اسبوع، ممكن كل يوم. ده حقيقي، وممكن يبقى عندها من الحاجه نفس، تكتشف ان عندها من الحاجه نفس، يعني من الموديل نفس اكتر من حاجه يعني، ده حقيقي. ولكن هي بيبقى عندها
رغبة شديدة جدا مش عارفة تسيطر عليها ان هي تشتري الحاجة دي او يعني تقتنيها. بالظبط. وممكن ما تنامش على فكرة، يعني لو هي شافت الحاجة بالليل وروحت وسيطرت على نفسها وما اشتريتش الحاجة دي ممكن ما تنامش لغاية لما يطلع. هم لهم 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 صفات معانا ولهم سمات معانا في الشخصية دي، التردد ممكن ترجع الحاجة كذا مرة، ممكن تكتشف فيها حاجات غريبة، بيحصل لها مشاكل كتير فيما يخص موضوع الشراء. لكن ده ما بناخدش بالنا منه قوي كمجتمع غير حاجات فردية. لكن كإدمان الأدكشن عموما أو الإدمان اللي هو الخاص بالمواد المخدرة ده بناخد شكل كبير، لأنه هو بدأ ينتشر بشكل فج شوية، وبدأ كمان بقى في مشكلة إن السن بدأ يقل، يعني المراحل السنية من حوالي 10 سنين أو 15 سنة ما كانش السن ده متواجد، يعني حاليا بقى فيه 11 سنة أو بقى فيه 12 سنة لسه أطفال في أدكشن. طبعا. لكن من حوالي 15 سنة 10 سنين ما كانش فيه السن ده موجود، كان أقل سن تقريبا وبنعتبره لسه طفل كان 25 سنة. لكن دلوقتي بقينا نلاقي 11 و12 و13 حاجات سن صغير جدا، وده ليه علاقة باختلاف المواد المخدرة الجديدة اللي موجودة حاليا، ليه علاقة بالسعر بتاعها بيقل، ليه علاقة بالتداول بقت منتشرة شوية. فده طبعا بقى ليه علاقة بالميديا عموما، الميديا بقت بتصور برضو، أنا قلت الكلام ده قبل كده، بتصور تاجر المخدرات أو المدمن إن هو البطل، إن هو الآمر الناهي في المنطقة بتاعته، إن هو ابن البلد. فطبعا ده كله ليه تأثير كبير جدا إن هو يبقى موجود ومنتشر والسن يقل، ودي حاجة مش حاجة بدأنا نشوفها الفترة الأخيرة دي بشكل عام. طيب أنا بالنسبة لي متهيألي بالنسبة لناس كتير دلوقتي قاعدة بتتابعنا، لما تسمع إنه في طفل عنده 11 و12 سنة يعني بقى مدمن أو اتجه للإدمان، دي حاجة بالنسبة لنا يعني مخيفة. طبعا. طيب عشان أقول الطفل ده راح للإدمان، أنا مش هحط العيب كله على الطفل، تمام، لكن أنا أتخيل إن الأسرة اللي يعني اللي نشأ فيها الطفل ده أكيد فيها مشاكل كتير قوي. يعني هو إيه اللي خلاه يتجه للإدمان في السن المبكر جدا ده؟ تمام. بص، هو في بيبقى في الأسرة الحاجات وعكسها، يعني مثلا زي من هو لسه طفل يا اما في تدليل زايد، كل حاجاته مجابه وحمايه زايده للطفل، فده بيطلعه طفل اتكالي واعتمادي جدا. او يبقى في العكس، الشديه اللي على الطفل والتزمت في التربيه وان كل حاجه مرفوضه وان ما فيش تواصل مع الطفل كعلاقه، ده طبعا بيخلي الطفل يبقى مدمن وبيخليه يتجه اتجاه الادمان. الحاجات عموما لو انا عايز اعرف ابني مدمن او لا، او هو هياخد سلوك الادمان او لا من قبل ما ياخد اي نوع مخدر، بيبقى في حاجات موجوده الحاجه وعكسها. يعني مثلا يا اما متفوق جدا في الدراسه يا اما كاره الدراسه تماما، يا اما متدين صلاه او مسجد او كنيسه او كده، يا اما بعيد تماما عن ربنا، يا اما اجتماعي قوي بيحب الاجتماعات وكده، يا اما منطوي تماما. الحاجه الجزء الوسط ده مش موجود. يعني دايما اكستريم. بالزبط. هو مش متوازن. حضرتك بتقصد مفيش وسط. الحاجات الوسط دي مش موجوده، بدليل ان احنا بنعالج ناس واخده اعلى الشهادات بيبقوا بيدخلوا في الادكشن، سواء كانوا دكاتره او مهندسين، او بنعالج ناس برضو العكس تماما اقل. ففكره الوسطيه دي مش موجوده، ومفيش اتجاه، يعني مفيش حد بيسحب الطفل عشان يوجهه صح. ده عشان اسحب طفل واوجهه القيم والقدوه والكلام ده كله موجوده لو الاسره موجوده. الاسره غايبه، سواء كان الاب مشغول بان هو على اكل عيشه وعلى حياته بشكل عام، او الام العكس برضو مشغوله، او في يعني تشتت او تفتت اسري، زي ان الاب زي حاجات الطلاق اللي هي المنتشره شويه لو في الاسره موجوده، او انه حتى عارف يا دكتور ساعات اقول ايه، ممكن ما يبقوش متطلقين على فكرة، ممكن اتنين يبقوا عايشين تحت سقف واحد، ولكن صورة حياة تعيسة جدا الأولاد شايفينها، أب وأم مثلا طول الوقت بيتخانقوا خناقات كبيرة جدا، أو حتى أب وأم ما فيش بينهم أي نوع، ما بيتخانقوش ولا حاجة، بس ما فيش بينهم أي نوع من أنواع المودة والرحمة. هم شايفين كده الأطفال يعني متربيين في الوسط ده. الاضطراب داخل الأسرة بشكل عام بيطلع طفل فيه اضطرابات، لان الادمان عموما مرض مكتسب مش وراثي، وده بيحصل هو ما فيش قدوه قدامه او ما فيش اتجاه حد بيوجهه، فطبيعي هيبدا يلجا للشارع لاصحاب. طب هو بس ما فيش قدوه، ولا هو ممكن يكون مفتقد لحاجات
لازم تبقى موجودة في البيت، حاجات أساسية زي مثلا الحب، زي الحضن، زي الطبطبة، زي الاهتمام، زي الاحتواء. ما هو القدوة أو الفيجر هو مش لاقيها. أوكي، القدوة أو الفيجر جوه البيت هيجي من يعني أنا مثلا هشوف والدي أو أخويا الكبير قدوتي إزاي، هحبه، هيجي بناء على تواصل بيني وبينه، بيسألني، بياخد باله مني، مركز معايا، اتأخرت ما اتأخرتش، ذاكرت ما ذاكرتش، جبت سكور كويس في الدراسة ولا لا. ما هو بيجي من كده، ما انا مش هروح اخد حد انا مش شايفه قدوة بالنسبة لي او حد مش كويس بالنسبة لي اخده قدوة. الجو العاطفي او الجو الاحتواء داخل الأسرة، سواء كان من الأب او الأم او الأسرة بشكل عام، التجمع داخل البيت نفسه بيدي شكل مختلف. القرب داخل الأسرة نفسها بيطلع طفل سوي. لكن مثلا انا جالي مثلا مره حاله اب بيتكلم ان هو مثلا بقاله 25 سنه متغرب علشان يعيش ابنه في افضل مستوى، وبيتكلم زي اي اب عادي في 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 جلسه مواجهه، يعني انا عملت لك وعملت لك وعملت لك وعملت لك وحرمت نفسي انا من كل ده وتغربت سنين عمري كلها بره. قال له ما يشغلنيش اصلا، كان عندي تيجي تضربني قلمين وتلميني افضل بكتير جدا ما تستمشي وتسيبني مدى الحياه. الاب شايفه بشكل شايف ان هو ضحى كتير جدا، والابن شايف ان هو تخلى تماما عنه. طيب انا بس هنا عايزه اقف، لانه انا برضو كحد عادي انا مش عارفه مين فيهم الصح او غلط. يعني الاب ليه وجهه نظر تحترم جدا، والابن كمان ليه وجهه نظر يعني انا شايفاها برضو منطقيه جدا، لكن هو الاب حاول يعمل اللي عليه في 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 قد ما هو شايف. تمام، يعني هو حقيقي عمل اللي عليه، هو سافر اتغرب، الغربة دي أكيد ليها ثمن، حرم نفسه من حاجات ممكن تكون أساسية جدا في الحياة عشان يوفي كل طلبات ولاده. هنا الغلط فين يا دكتور؟ ولا ما تقدرش تغلط حد فيهم؟ لا مش الفكرة، لو أنا هغيب عن بيتي أو عن أولادي ويبقى البديل مادي فقط هيطلع طفل عنده اضطراب. يعني الاب ممكن يغيب، ممكن ما يسافرش، ممكن يبقى بيشتغل شغل زي الناس اللي هم في مجال الشرطه او اللي هم وقت العمل بتاعهم بيتطلب ان هو يبقى متغيب فتره طويله بحكم شغله بحكم التزاماته في الشغل اللي هو الحساس شويه. لو الزوجه او الام مش قايمه بالدور ده على اكمل وجه او هي منشغله كمان، هيطلع الطفل عنده مشكله وممكن يلجا للادمان بعد كده. لكن انا ما ينفعش يبقى البديل لعدم وجودي ان انا البي كل الطلبات، لان كل الطلبات لو اتلبت في عدم وجودي لا ما ينفعش، ما فيش حاجه هتحل محل الاب حتى لو كنوز الدنيا كلها. حياتك تقصد انه حتى لو الوقت اللي انا هقضيه مع اولادي هو وقت قليل جدا نظرا لظروف شغلي، ولكن هو لازم يبقى كواليتي تايم، يعني مهم. وقت يبقى فيه جوده عاليه. انا في الوقت القليل الصغير ده انا هحسسه بالاحتواء، احتواء والمسؤوليه. يعني مثلا انا غايب عن البيت، في نت، في كل يوم تليفونات، في اهتمام، في ابني موجود مش موجود، ذاكر ما ذاكرش، الاهتمام في حد ذاته، المدرسه، الكلام ده كله مهم جدا عند الطفل. يعني يجي مثلا شاب مثلا لسه 20 مثلا سنه، والده موجود، العكس تماما، والده موجود ومامته موجوده وكل حاجه، بس بيتكلم في ان هو والده عمره مثلا ما راح زاره في النادي، كان بيحلم ان هو مثلا يقعد يشوفه في التمرين مثلا زي كل الابهات او الموجودين. طب ما مامتك موجوده، لا انا كان نفسي والدي يجي بس يبص عليا مش اكتر من كده. احيانا احنا كرجاله بنبقى شايفين الحاجه دي تفاهات، لكن عند الطفل لا طبعا. ممكن الطفل يقعد فاكر حاجات ان هو ما جاليش مره المدرسه في اجتماع مثلا مجلس الاباء زي كل زمايلي، طب مامتك بتيجي، لا انا والدي موجود. غير مثلا ان احنا ممكن يجي في ذهننا طب ما في ابهات متوفيه، طب ما في ابهات مش موجوده، ايه البديل؟ بيبقى الطفل عنده قناعه شخصيه ان والده مش موجود، ويبقى السبوت كله على مامته. فبالتالي الاوبشن ده اصلا مش موجود بالزبط. ان هو يبقى معاه في التمرين. لان في اب يقول لك طب ما في اولاد اصلا عاشوا من غير اب، ليه هو مركز معاه كده؟ لان هو داخليا انت موجود، انت ما ينفعش تموت نفسك وانت عايش بالنسبه لابنك. الحاجات دي تبقى مهمه جدا حتى لو الاهل او الاب او الام شايفينها حاجات بسيطه او مش مهمه، لا طبعا دي مهمه جدا في حياه الطفل. الطفل صفحه كل اللي بتكتبيه فيها بيظهر بعد كده. صحيح، ده اساسي. طيب خلينا نقول برضو يا دكتور انه الاولاد بيبقوا شايفين الحياه برؤيه غير اللي احنا بنشوف بيها. طبعا، يعني موقف زي ده انه الطفل ذكر انه اهله او باباه ما كانش معاه في التمارين ما بيحضرش، ممكن الاب يعديها عادي، ولكن الطفل هو يعني شايفها
بوجهة نظر مختلفة تماما، فاحنا لازم طول الوقت نبقى شايفين هما بيفكروا ازاي. بص، هو في حاجات ثابتة، الثوابت اللي هو الحاجات ما ينفعش تزيد عن الحد عشان دي هتعمل مشكلة. زي مثلا ان الردود دايما بتبقى مثلا ان هو انا كل حاجة مجابة، ان هو عمر ما قال لي على حاجة مثلا لا، ليه النهاردة بقول لي لا؟ انت لازم تعود ابنك ان مش كل شيء مجاب. صحيح، حتى لو معايا اشتري الحاجات دي، حتى لو حاجه بسيطه. يعني مثلا ممكن ندخل سوبر ماركت مع ابني مثلا، فانت هتجيب حاجتين بس، ليه؟ لو جاب التالتة لا مش هنجيب التالتة. ليه؟ لان لازم اعلمه ان مش كل شيء هيبقى متاح، وان وارد ان انا يبقى معايا النهارده بكره مش معايا. فانت بتربيه ان هو اي حاجه هيطلبها فهي متاح. يعني مثلا يجي حد 33 سنه، لا انت ما عملتليش شقه، ما جبتليش عربيه، ما جوزتنيش. اصلا مش دور الاب. أيوة، على ليه؟ فكره انت والدك، انت كويس انه علمك. مين قال لك كده؟ ففي طبقات موجوده داخل المجتمع الفكر بتاعها مختلف، بحكم ان الاب مثلا ممكن يكون عايش في ثقافه مختلفه، سافر شويه بره، عنده فكر مختلف. فهو الولد بيطلع من صغره لحد ما اقول لحضرتك بيوصل 33 سنه هو مقتنع انك انت لازم تجوزني وتجيب لي عربيه وتجيب لي شقه. وبعدين في حاجه يا دكتور، دايما بفكر يعني في الناس اللي بتعمل لاولادها كل الحاجات دي، اللي هي الحمايه الزايده، التدليل الزايد، كل طلبات تبقى مجابه، من غير فكره انه انا مش هجيب، انا حتى معايا الفلوس ان انا اجيب الحاجات دي، بس انا لازم اعلمه ان في حاجات لا مش هتتجاب، مش هينفع تتجاب حتى لو انا معايا فلوس. لانه بعدين الولد الصغير ده لما هيكبر هيبقى شاب ويطلع للحياه، طب ما هو ياما الحياه هتقول لا على حاجات كتير قوي احنا عايزينها. ده حقيقي. يعني احنا لما كبرنا كنا عايزين حاجات كتير قوي، بس هل كل الحاجات دي كانت مجابه بالنسبه لنا؟ لا. لان هو مش دايما هيلاقي باباه ومامته اللي بينفذوا له رغباته، هو ممكن هيروح يشتغل في مكان المدير هيقف ضد رغباته. بالزبط. هو ممكن هيبقى مع زوجه، الزوجه يبقى ليها راي وترفض بعض الحاجات. حضرتك بتطلعي لنقطه تانية دي اللي احنا بنيجي فيها في العلاج، يعني تبقى قدام شويه لو هنتكلم فيها، ان احنا بنعلمه او بنعيد تربيته من جديد. بنعلمه ان هو يتكيف على الوضع المتاح، ان هو مش كل حاجه هتبقى في حياتك هي على هواك، عشان على فكره ما يحصلوش صدمات بعد كده في الحياه. وده حقيقي، ده اللي بياخد مننا وقت. يعني هي الناس دايما فاكره ان العلاج في دايما المشكله في سحب سموم الجسم، عرق انسحاب. لا طبعا، دي اسهل حاجه في العلاج عموما يعني. لكن هي المشكله في عادة التاهيل، انك انت بتربيه من اول وجديد، بتعلمه يعني حياه، يعني اب، يعني ام، يعني مسؤوليه، يعني ربنا، يعني مجتمع. الكلام ده كله هو ده اللي بياخد وقت مننا. فالكلام ده كله احنا بنشتغل عليه، وده اللي بياخد وقت. انت مثلا بتتكلم في ان انا لا، انا ما ينفعش تمنع عني اي شيء، ده مش كل حاجه متاحه، مش كل حاجه مجاب، ولا الحياه تديك كل بالزبط. حاجه اصلا في المستقبل. ده حقيقي. فتتعلم او تاهل نفسك انه في حاجات مش هتبقى متاحه. هو احنا في العلاج عموما، او لما نيجي في مراحل التاهيل عموما، احنا مش بنعالج كفريق علاجي فقط، هو بيبقى مثلث كده عباره عن الحاله نفسها، البيشن نفسه، الاهل، والفريق العلاجي، والاهل، وربنا بيبقى فوقنا احنا الثلاثه. الاهل لهم دور كبير جدا، يعني يمكن يكون اكتر من 50% لو التزموا بعد فتره التاهيل النفسي. وده اللي هنيجي فيه، يعني هنيجي فيه ان شاء الله باذن الله في العلاج. طيب، يعني ده بقى في الجزء الخاص بالعلاج. بالعلاج خلينا يا دكتور نقول للناس دلوقتي اللي قاعده بتتابعنا مهتمه جدا تعرف تفاصيل تخص. طيب دلوقتي لو انا عندي في بيتي مدمن، تمام، والادمان اهو زي ما حياتك بتقول نزل السن مرعب، تمام، 11 و12 سنه، تمام، انا ازاي اكتشف ان في بيتي مدمن؟ هل في تصرفات معينه ممكن الطفل ده بقى اللي هو الصغير جدا يعملها فانا بالتالي اكتشفه؟ ده حقيقي. في طبعا في حاجات، في مؤشرات بتخليني اخد بالي ان في حاجه غلط فيه. زي مثلا الساعه البيولوجيه بتاعت الطفل بتتغير. يعني مثلا ايه؟ الطبيعي ان احنا بننام بالليل وبنصحى بالنهار. لا، هو ممكن ينام طول النهار ويصحى طول الليل. ان هو في مصروف معين في اليوم بياخده، وانا عارفه ابني هيجيب كذا او هيعمل كذا، انا عارفه المصروف ده لما بيزيد عن الحد. ان انا ابدا اكتشف، لو طبعا ده في غياب المتابعه، ان هو مثلا بياخد دروس او بياخد حاجات خاصه مثلا بالدراسه، بيشتري ملازم، الكلام ده كله، ان الحاجات دي بتجيش، يعني بياخد فلوس وهي ما بتجيش مثلا. ان هو بدا يكذب، ودي مثلا صفه ما كانتش موجوده فيه، كذب بقى كتير، والسبب وبدون سبب.
ان الكلام ده كله لما يبقى موجود وابدا الاحظه في حاجه غلط، لازم اعرف ان بدا يبقى فيه حاجه غلط. ان الطفل مثلا، مش عايز اقول دايما الطفل الطفل عشان ما نبقاش مخضوضين شويه، بس عموما في فتره المراهقه عموما خلينا نقول اي مدمن بالظبط في اي سن بيبقى فيه مجموعه كده من التفاصيل اللي بتحيط بيه. ممكن الاهل بقى في اي سن بالزبط. الاهل ده على فكره ممكن تكون الزوجه كمان بالظبط. احنا كبيت بنبقى لسه ما اكتشفناش، فالحاجات دي بتبقى موجوده. ان هو مثلا يبدا يتاخر على شغله، او السكور بتاعه في الدراسه يقل، ان هو يبدا يبقى عنده لا مبالاه، يعني بعد ما كان فيه اهتمام مثلا بالاولاد، اهتمام مثلا بدراسته، اهتمام بالكلام ده كله، الكلام ده كله بدا يقل. ان هو بدا العصبيه تبقى موجوده، يبقى عصبي. ان هو بدا ينام كتير او العكس، ما ينامش كتير، لان طبعا مؤخرا بقى فيه مواد مخدره جديده زي الايس اللي هو الشابو، بدا يخلي الشاب يقعد 3 4 ايام صاحي، فدي حاجه جديده. ان هو يتخن برضو، بقى فيه انواع مخدرات موجوده، دراجز بتخلي الشاب يتخن بشكل غريب، ان هو جسمه يملى ميه، او العكس، انه يبدا يخس جسمه، تحس ان هو خلاص جسمه اتصفط جامد جدا. يعني الحاجات المؤشرات الموجوده اللي انا مش معتاد عليها من زوجي او من بنتي او من ابني، ايا كان السن الموجود ده، يخليني اخد بالي ان في حاجه غلط. عموما الجزء المادي كمان بدا يا اما يطلب فلوس كتير، يا اما هو لو هو مسؤول عن بيت، ان بدا تبقى الماديات بتقل جدا معاه، وبدا يجي على حاجات كتير موجوده داخل البيت، او في حاجات تختفي مثلا بالزبط. من البيت. الحاجات دي كلها بتبقى مؤشر ان لا، في حاجه غلط، لازم اخد بالي. المشكله هنا مش في ان الحاجات دي انا شفتها، المشكله هنا ان الاسره نفسها، سواء كان اب او ام او زوجه، بيبقى عندهم دينايل. هو انا مش عايز اشوف ابني في الموقف ده. فمهما الجيران اتكلموا، او الزوجه قالت للاب ان الولد بيعمل كذا، او في كذا، او في كذا، او الام احيانا برضو العكس، لا انا ابني ما يعملش الكلام ده، لا مش موجود كده، ويبقى عنده ديفنس قوي جدا، لانه من جوه مش هيشوف ابنه كده. ده طبعا ده بيخلينا ندخل في مرحله ان الموضوع لو هيتلم او هنلحق نعالجه في الاول، لا الموضوع بيكبر اكتر، لحد ما نفوق على صدمه ان هو اتمسك مثلا في كمين ومعاه يعني كميه مخدرات. حياتك بتقصد ان حاله الانكار اللي ممكن يبقى فيها الاهل دي هي اللي بتاخر جدا العلاج، وهي اللي ممكن بقى تكشف القصه يعني على مراحل صدمة. في مراحل بالزبط. مؤسفه جدا، على صدمه بالظبط كده. احيانا يجي للاهل فالام تقول لا انا حذرت بابا من كذا وكذا وكذا وكذا، وهو كان معترض، او العكس، الاب بيقول انا قلت في كذا وكذا والام كذا، فبيوصلوا في الاخر ان احنا جبناه مثلا من اسم، جبناه من الكمين، جبناه من كذا، وهو معاه كميه من مواد المخدره او كده، وهم وكانهم اتفاجئوا، لا انتوا بقالكم مثلا سنتين ثلاثه انتوا في انكار كبير جدا، وفي مشاكل كبيره جدا كدفاع عن الولد. عارف يا دكتور، هو بيبقى دفاع اكتر عن ايه؟ يعني انا اتخيل يعني انه بيبقى دفاع اكتر عن نفسهم، الشكل العام طبعا. احنا ما لا بقصد مش إيه؟ فشله. احنا مش ممكن نكون عملنا غلط في حق الولد ده عشان يبقى مدمن، اكيد احنا كنا بنربي احسن تربيه، ومش ممكن تربيتنا دي تفشل. هو في انكار دنايل عند المدمن نفسه، وفي عند الاهالي. المدمن يفضل في انكار ان انا مش مدمن، انا يوزر، انا وقت ما احب اوقف بوقف، وقت ما احب اخد باخد، انا مش مدمن. المدمن ده اللي هو بيسرق وبينصب وبيتمسك وما بيعرفش يوقف، ولو فيه بيبقى بيتهرش وتعبان وكده، ده بيبقى مرحله من الانكار في العلاج عند المدمن نفسه. لكن الاهل عندهم انكار ان هم بيرفضوا المشكله نفسها، يعني يرفض ان انا لا، ما ينفعش انت تقول ازاي كده على ابني، لان المشكله دي كمان بترجع لهم هم، الطريقه اللي ربوا بيها الولد. والانكار بالظبط، والانكار ده في تدرجات، يعني مثلا ممكن الاب يجي لي يقول لي هو بياخد هاش عادي، ده شاب ودي مرحله مراهقه هيعديها بالظبط، هيعدي. يعني هو عشان يراضي نفسه ويبقى يقنع نفسه باللي هو بيقوله، يكلمني في ان دي مرحله مراهقه، كل الشباب او المراهقين بيدخلوها وبيخرج منها، لا طبعا ده مش منطقي، بدليل ان حضرتك ما دخلتش المرحله دي وخرجت منها. فهو الانكار بيجي على مراحل، والمراحل عشان هو كبني ادم يخفف حده الانكار عنده، بيقنع نفسه بالفتره او المرحله الزمنيه اللي المراهق فيها او اللي المدمن فيها. طيب دكتور، البنات كمان اكيد، اصل احنا دايما نقول ابني ابني ابني، وكان القصه دي ملتصقه فقط بالولاد او الشباب، ولكن ممكن كمان بنات. طبعا في بنات، طبعا في بنات طبعا، وما بيختلفوش قوي في حجم المشكله، لكن بنختلف كمجتمع.
كمجتمع والبنت ونظرتنا للبنت وان هي ما ينفعش وكده. بس اعتقد الفتره الاخيره بقى في تقبل شويه من المجتمع، والاهل بقى عندهم وعي شويه عن زمان كتير جدا جدا يعني، دلوقتي بيبداوا يلحقوا الموضوع بشكل يعني في البدايه شويه يعني. لكن تقريبا ما فيش اختلاف في الاعراض قوي، ما فيش اختلاف في نفس الحاجات بتبقى موجوده زي ما عند الولد عند البنت. والموضوع عند الاهل كمان هبدا اركز فيه قوي لو بتاخر كتير في الحمام، حسب نوع المادة اللي بياخدها يعني. لو بتأخر في الحمام ويشغل الحنفية ويشغل هو دلوقتي بياخد، سواء كان بياخد حاجة انجكشن أو بيشرب حاجة. طب ليه بيشغل الحنفية؟ عشان يضللهم مثلا؟ طبعا عشان ما حدش يسمع. عشان ما حدش يسمع في البيت. أنا لأنه عندي. هو بياخد المخدرات يعني. لا أحيانا الأب بيبقى سلطوي شوية، فما يعني ما يخرجش. وأحيانا المدمن نفسه يخاف، يعني يخاف ياخد الحاجة في الشارع ليتمسك، مصر ان ياخدها جوه البيت، فجوه البيت ده المكان الامان بالنسبه له. يعني بيبرر ان هو متاخر في الحمام بان هو في صوت ميه، فهو مثلا انا امي بتقول لي بيقعد ساعتين في الحمام. طب وانت اكيد كأم مش واخده بالك ان ليه ساعتين في الحمام؟ فبيبقى في حاجات غريبه بتبقى موجوده لازم نبقى احنا سبوت عليها ونبقى مركزين فيها جدا. طب هو انه ياخد المخدرات اصلا دي ده بيطول الوقت؟ حسب نوع الحاجه اللي بياخدها. في انواع ممكن، لان هو مثلا ممكن ياخد مثلا سيلة، وهنقول بياخد حاجه انجكشن، هو مش هيخرج من الحمام وهو لازم يقعد شويه لحد ما يفوق. انجكشن ده اللي هو الحقن. بالظبط. لازم ياخد يعني يقعد شويه لحد ما يفوق، يعني لحد ما يخرجش، مش هينفع يخرج وهو لسه واخد الحاجه، لانه بيبقى يعني دايخ مثلا. طبعا. فده ممكن. وبعدين هو الوقت عنده مش الوقت مش محسوب يعني، هو ممكن تبقى مش حاسس بالوقت وفاقد الساعتين مثلا اللي احنا على تمييز الوقت. بالظبط. الساعتين احنا بنتكلم فيهم دولت، هو ممكن بالنسبه له مش مكمل 3 دقايق، واحنا بالنسبه لنا هو ساعتين. لك هو الوقت عنده، لان المخدرات بتقتل الوقت حتى على مستوى السنين. ممكن واحد يجي يتعالج مثلا سي عنده 40 سنه او 30 سنه، هو مثلا بيتعاطى من سن 20 سنه، اول ما يفوق ونبدا التاهيل ما بيبقاش مصدق انا ازاي عدى عليه 10 سنين. الوقت بيعدي صعب جدا جدا، بيعدي بسهوله جدا جدا، بحس ان هو بالاكشن كده من زمان هي قاتله الوقت. عارف يا دكتور، الكلام اللي حضرتك بتقوله ده كلام محزن جدا يعني، كلام يزعل جدا. طب ازاي ازاي في حد بيضيع من عمره من حياته بالعشر سنين كده، وحضرتك بتتكلم بمنتهى السهوله، واكيد هو كمان بيبقى يعني هو اكيد ما هي اكيد الحته دي ما بتعديش عليه سهله، لانه انه احنا نضيع فترة زمنية طويلة جدا من حياتنا ومن عمرنا كده من غير ما نعرف احنا عملنا فيها ايه، من غير ما نستمتع بيها، من غير ما ننجح فيها، دي حاجة صعبة قوي. المنطق اللي حضرتك بتتكلمي بيه ده مش موجود عند المدمن. بمعنى ايه؟ يعني لو سي مثلا في مشكلة هتحصل بان انا مثلا هدخل على كمين مثلا وفي معانا اي نوع مخدر، المنطق بيقول ايه؟ ان احنا هنرميه. اكيد. علشان هيحصل مشكله ما تمسكش. بالظبط. لا هو شايف ان هو اذكى من الضابط اللي واقف، وشايف ان هو اذكى من اي حد هيعرف يمسكه. فالمنطق اللي حضرتك بتفكري بيه ان هو صحتي وتفكيري ومستقبلي وشكلي وطموحي ده مش موجود عنده. هو موجود عنده هو اللذه ثم اللذه ثم اللذه ثم اي حاجه تانية بعد كده خلاص. طيب انا سمعت قبل كده انه هي اللذه دي بتبقى وقتيه جدا مزيفه ومزيفه، ده حقيقي مش حقيقيه؟ ده حقيقي. وانه بعد كده انه اللذه دي بتبقى في اول شهر شهرين، بعد كده ما بتبقاش في اي نوع من انواع اللذه، ولكن هو بيحاول انه يتعاطى عشان يوقف الالم اللي هو بيبقى حاسس بيه. بص، هي النوع اي نوع مخدر او حسب، اولا مش كل المخدرات بانواعها هي بتدي نفس الافكت للمتعاطي نفسه. هي بتختلف من شخص لشخص حسب الجهاز العصبي بتاعه هو بيستقبل اي مخدر بمتعه. يعني ممكن مثلا حد يجرب الحشيش ما يعجبوش، جهازه العصبي مش متفاعل معاه، فيجرب حاجه كيميكال تعجبه اكتر او يتفاعل معاه اكتر وتعمل له هيد دماغ. ممكن حد يجرب الهيروين يقول بيرجع، اقول لك لا ده كيف مش كويس. هو حسب جهاز العصبي بيتفاعل مع انهي مخدر، هي الفكره في كده. لكن المتعه نفسها هي المخدرات بشكل عام بتحل محل كل حاجه ربنا حطها فينا والمجتمع. بمعنى ايه؟ بمعنى انها بتحل محل شكلي قدام الناس، صحتي، مستقبلي، طموحي، احيانا بتحل محل ربنا. طب لما تيجي تكلميه في الكلام ده كله، احيانا الام تيجي تقول لي انا حاسه ان هو ده مش ابني، ده حي.
طيب عشان تشيل المخدر ده الكلام ده كله لازم يدخل مكانه حاجات اللي هي بتحصل في التأهيل النفسي نفسه. عشان كده هي عامله زي ما يكون عندي مثلا جهاز كمبيوتر وفيروس، بنعمل ايه؟ بنفرمطه وبعد كده ندخل داتا من جديد. هي المخدرات بتفيروس كل المبادئ والقيم اللي المجتمع وربنا حطها فينا. فعشان كده لما نيجي نأهل الشاب احنا بنعيد فرمطته من جديد وبتعلم كأنك بتربي بالظبط طفل من جديد. بتعلم يعني اب، يعني ام، يعني زوج، يعني مستقبل، يعني شكل قدام الناس، يعني ايه ربنا، يعني ايه مسؤوليه. هو ده اللي بياخد وقت شويه، لكن هي كمتعه. اه طبعا، هو احيانا لما تيجي تساليه وتقولي له انت بتوصل لايه، او النشوه عامله ازاي، او احساسك عامل ازاي، او الكلام ده عامل ازاي، في الاخر خالص اخر المطاف بنوصل معاه لك انت لازم تجرب عشان تحس. لكن هو طبعا احساس، لو حضرتك بتتكلمي عن المتعه بتاعتها بتبقى اول شهر او شهرين، في حاجه بنفرق يعني بينها. هو مش انا اللي بتكلم، هو كان معانا ضيف كنا بنعمل حلقه عن الادمان، وقال يعني نفس الكلام ده، وانا حتى كنت مستغربه جدا. قال لي المتعه بتبقى في اول شهر شهرين لما بيتعرف على الماده المخدره، بعد كده هو طول الوقت عايز بس يجيب فلوس عشان يجيب الماده دي، هو بيتهان، هو بيتذل. ده حقيقي. بس هي بتفرق في حاجه. يعني في فرق بين المستخدم اليوزر والادكشن المدمن. اليوزر ده ممكن في ناس كتير طبيعيين ممكن تبقى يوزر، اللي هو كل مناسبه، كل حفله، كل اسبوع، في مفيش، وده ما ينفعش اصنفه مدمن ولا دخله تعالج. على فكره الكلام ده مهم جدا، وده اللي كنت بساله في بدايه الحلقه. هو انا امتى اقول على الشخص ده اصنفه ان هو خلاص وقع تحت خط الادمان، وامتى يعني يبقى يوزر زي ما حياتك بتقول دلوقتي؟ تمام. اليوزر ده بيبقى اشبه للطبيعي، يعني حياته ماشيه، شايف، واخد باله من شغله، من حياته، من دنيته، الماده المخدره مش متحكمه فيه، سواء كان فيه او ما فيش، هو الحياه ماشيه تماما. والمرحله كيوزر ممكن يقعد سنين يوزر ما عندوش مشاكل. الادكشن او امتى يتصنف كمدمن؟ لما يبدا حياته تتدهور بسبب تعاطي الماده المخدره، مش شرط ياخد كل يوم. بس هل يا دكتور انا ممكن مثلا زي حياتك بتقول دلوقتي في حفله، في مناسبه، حد عزم عليا فتعاطيت، وبعدين تاني يوم وتالت يوم؟ انا دايما بسال نفسي السؤال ده لانه احنا ما عندناش المعلومات الكافيه. تمام. فاكيد السؤال ده جه على اذهان ناس كتير قوي بتتفرج علينا دلوقتي، عشان احنا بنشرح، بنحاول نشرح. تمام. هو دلوقتي لو حد تعاطى في حفله، في مناسبه، هل ما بقاش، ازاي ما بقاش مدمن؟ يعني مش هيجي تاني يوم في نفس الميعاد يبقى عايز نفس الجرعه؟ لا لا. بصي، في حاجه يعني ممكن يوقف نفسه، يعني هو ده سؤالي. هو ممكن اتعاطى واقرر بعد كده ان انا هوقف نفسي؟ حسب استقباله لنفسه. بمعنى ايه؟ بمعنى احنا في حد بنسميه مدمن بالصدفه، يعني مثلا خرج مع اصحابه، خرج حفله فاخد فعجبته فكمل فيها، مع ان هو كل اتيتيوده في الحياه ما كانش اتيتيود مدمن. عجبه ليه؟ استقباله للمخدر نفسه تفاعل معاه بشكل كويس جدا كجهاز عصبي، فده كان عنده ميول انه يبقى مدمن. لكن في واحد تاني يجرب ما يكملش، لا مش عاجبني، مش عايز اكمل في الكلام ده، وحاجه مش كويسه. هي بتفرق في كده، هل انا عندي ميول ادمانيه وجهاز العصب هيستقبل الكلام ده ولا لا؟ عشان كده في ناس كتيرة جدا ترفض تجرب لمجرد التجربه، لان هو عنده خبرات في حياته من ناس يعرفهم ان هو كانت البدايه عندهم التجربه، الفضول، ان انا ابقى فضولي في الحاجات اللي هتاذيني وارد ان انا اكمل فيها كادكشن. ففي ناس كتيره جدا تبقى عامله خطوط حمراء بين اي نوع مخدر لسبب ما، ان هو يعرف سي من الناس ده كانت الموضوع بدا عنده بكده. زي ما في ناس تقول لك انا نهائي مش هاخد اي حتى السجاير العاديه، لان دي تبقى بدايه الحياه بعد كده بتدخلني في الادمان. فالخوف نفسه بيخليني ممكن اتجنب الكلام ده، التعاطي نفسه، والفضول ممكن يخليني ادخل في مرحله من الادمان توديني في الهويه. يعني انا بالنسبه لي كنت متخيله انه ما دام الشخص اخذ المخدرات دي مره واحده بس خلاص هو هيتعود على لا. بدليل مثلا سي في الكل ما هو كيميكال، انا ممكن اكون غلط يعني عادي. انا اتخيل ان ناس كتير قوي كانت عندها الفكره دي. زي لا هقول لحضرتك لا ليه، لان مثلا في كل ما هو كيميكال، الادويه عموما اللي هي جدول اللي هي بتعتبر بتصنف ادويه مخدره زي الترامادول وغيره، ده بيتكتب كعلاج. مثلا سي حد عنده
مشكله مثلا في الغضاريف او عمل عمليه جراحيه، فالدكتور طبيب اللي عمل العمليه بيعمل له بيكتب له ان هو مثلا هياخد ترامادول مثلا 5 ايام ويوقف، هيوقفه بعد 5 ايام. ليه؟ عشان ما يبقاش ادكشن عليه، عشان ما يبقاش يبقى مدمن على الترامادول. طيب ليه ليه ما بيبقاش مدمن؟ لان هو الترامادول بيدخل على الالم نفسه، فما عملوش هيد، ما عملوش دماغ. لكن لو هو بياخد مره واحده فبقى مدمن عليها، لا ده مش موجود. لكن هو هيعتاد على التعاطي نفسه، وما كانش يبقى فيه يوزر، ما في ناس يوزر يعني، في ناس مستخدمين. طيب دكتور، بما انه الادمان ده هو في جزء يعني اصيل من التعود، تمام، يعني انا بقيت مدمنه لان انا تعودت على اني اخد حاجه معينه. طيب هو المنومات دي تعتبر ادمان؟ يعني الشخص اللي ما بيعرفش ينام من غير ما ياخد منوم هو كده مدمن؟ بص، هو في انواع منومات بدات تظهر بشكل كبير شويه، وبدا ناس تبقى يعني بتجنة كادكشن عليها، لان هو ما بقاش بياخد مثلا قرص واحد مثلا ينام بيه، لا هو في ناس بتيجي بتاخد شريتين وثلاثه. ليه بنسمي الحاجه ادكشن؟ ادكشن يعني هي لو انا خدت النهارده مثلا زي لمده 3 4 ايام قرص مثلا، مش هيجيب لي نتيجه بعد كده، فابدا ازود قرصين 3 4. ده بيبقى خلاص انا دخلت في مرحله كل شويه برفع الجرعه بالزبط. عشان احس بنفس الاحساس اللي كنت باخده من الجرعه، عشان المفعول اللي انا عايزه. صحيح، زي انه في ناس بتاخده، في ناس من غير اسماء، بس هو على فكره أوكي. الناس كلها عارفاه لانه اتعمل عليه او يعني اتكتبت عليه مقالات كتير جدا. أحيح. زي اسماء ادويه كتير جدا، لو حضرتك مش عايزين نذكر اسماء ادويه، لكن الفكره كلها مثلا ليه مثلا اللي بياخد دواء الضغط مش ادكشن عليه؟ ليه اللي بياخد دواء السكر كل يوم مش ادكشن عليه؟ طب ليه يا دكتور؟ صحيح، ده سؤال حلو قوي. لان دي حاجات الادكشن، يعني انا الجرعه اللي باخدها النهارده محتاجة ازودها بكره، عشان كده بيسمى ادمان، ان انا ما اقدرش اعيش عشان تجيب معانا نتيجه، عشان تجيب نتيجه. لكن جرعه الضغط هي ملتزمه، يعني هي جرعه ثابته عندك حسب الطبيب ما بيوصفها، وضغط بيظبط لان ليميت معين. السكر نفس الكلام، ما ينفعش اخد مثلا النهارده جرعه سكر وبكره اقعد اعلي، ما فيش الكلام ده. ده ما بيحصلش غير في الحاجات، عشان كده في ادويه جدول، يعني الادويه ديت هي هتخلينا ابقى مدمن، لان هزود منها وهيبقى لها اعراض جانبيه. طيب ده يخليني اسال سؤال تاني، هو لو انا الجرعه ما بضطرش ارفعها عشان تجيب معايا نفس المفعول كده، مفيش ضرر من المخدرات؟ لا طبعا في ضرر، لان مفيش ليه بنسمى ادكشن اللي هو الجرعه عمرها ما بتكون ثابته، لان احيانا المدمن بيضطر يطلب من اهله ان هو يتعالج، والاهل بيبقوا فرحانين جدا بالكلام ده. ده هو اللي طلب من نفسه، ده هو اللي جه عشان عايز يبطل، ده هو نفسه يبقى كويس. لا، هو بيبقى داخل علشان هو وصل لدوز عالي قوي، اللي حضرتك كنت بتقوليه في الاول ان هو المتعه بتاعتها اول شهر بس. لا، هي بنسموها فتره شهر العسل، ممكن يبقى شهر، ممكن يبقى سنه، ممكن يبقى حسب استجابه الجسم نفسه لنشوه المخدرات. طب بياخدها بعد كده ليه وبيكمل فيها؟ بيسموه تداوي ذاتي، يعني هو بيجي يقول لي كده انا باخدها عشان الالم كمسكن مش كدماغ. طيب عشان يبدا يعمل دماغ يعمل ايه؟ يدخل مكان او يعمل وذ درول لنفسه، يسحب السموم من جسمه، ويبقى داخل بقى الاهل فرحانين جدا ان هو طلب يتعالج. لا، هو ذكي جدا، هو داخل المكان عشان ينظف جسمه من السموم، وبعد كده يبدا بدوز اقل. فدايما بننبه الاهل لكده، خلي بالك هو مش جاي علشان هو حابب التبطيط دلوقتي، لا ده هو اللي طلب من نفسه. طب حضرتك هيبان بعد اول 10 ايام، بعد اول 10 ايام اول ما بيبدا جسمه يبقى كويس، صح من النوم مفيش الم، مفيش وجع، مفيش تعب، مفيش اي حاجه، عايز امشي، لان هو خلاص بقى عايز النشوه، ان هو كل اللي في دماغه ان انا هعمل نفس الهد اللي كنت باخدها وانا لسه باخد اول جرعه بسيطه من المخدرات. انا طبعا وانا بسمع الكلام ده يعني مذهوله الحقيقه، اولا مذهوله من حاجتين. اتفضلي. ذكاء المدمن اللي فيه جزء من يعني اكيد الشر، يعني هو ذكاء في الشر ان هو عاوز يأذي نفسه. يعني هو انا ما اتخيلش ابدا ان هو عايز ينظف جسمه عشان يرجع مره تانية يحس بالنشوه اللي كان بيحس بيها في الاول. وكمان يعني قدرته على انه يعمل اي حاجه ويخدع الاخرين عشان يفضل مستمر في هذه النشوه. بص، احنا لازم نبقى متفقين على شيء، ان المخدرات بالنسبه للمدمن هي اجمل حاجه في الدنيا،
ودي حاجة مش هينفع نقارنها بتفكيرنا احنا كناس طبيعيين. بمعنى انت ممكن تشوفي مثلا اللي بيشرب سجاير مدمن سجاير مثلا، واحنا بالنسبة لنا ممكن نبقى شايفينها حاجة بسيطة، عشان شفت المقاومة بتاعته وقد ايه هو بيتعب وقد ايه احنا بنقاوم في ريحتك وفلوسك وصحتك والكلام ده كله، واحيانا كتيرة جدا بنفشل. ده لا يقارن بتعاطي المواد المخدرة. بس هو كده تحول لعبد للمخدرات. ده حقيقي. يعني هو شوف حياتك بيعمل ايه عشان خاطر يرجع مرة تانية للنقطة الأولانية اللي يستمتع بيها مرة تانية من المخدرات. تمام. يبقى المخدرات بتعمل عنده نوع من أنواع المتعة. هي احنا دايما بنوصفها كده زي موضوع الموضوع عبد مثلا، احنا بنتكلم بشكل دارج في العلاج شوية، اللي هو انت مسجون داخل نوع المخدر. مسجون طبعا. بمعنى ايه؟ يعني مثلا لو انا سي باخد حقن مثلا، فبيتقال له انت مسجون جوه حقنة، لو انت مش موجودة الصبح انت يومك مش هيعدي. انت مسجون مثلا جوه سيجاره، لو مش موجوده فاليوم كله خلاص بالنسبه له. هو مش انسان حر على فكره. بالزبط. ابدا المدمن. بالزبط. ده يعني كده. طيب بما ان احنا حضرتك يعني شايف ان الموضوع خد الشكل الغامق شويه او المؤلم شويه، انا عايز اقول لك على حاجه، ان المدمن لما بيتاهل نفسيا صح ولما بيبطل بشكل بروفيشنال كويس، ده بيبقى افضل كتير جدا من ناس طبيعيين. هايل. وعايز اقول لحضرتك ان هو الذكاء اللي حضرتك بتكلمي فيه، ان هو ذكي بس ذكي في الشر او اذى نفسه، الذكاء ده لما بيبدا يتاهل نفسيا وبيبطل متعافي كويس، ده هيوجهه صح بقى اللي بيحققه الطبيعي سيف في شغلانه ما في 10 سنين، ممكن المدمن المتعافي يحققها في اقل من سنتين. فهم وبيبقوا ليدر في حياتهم بشكل عام. فانا عايز اقول لحضرتك الذكاء ده لما حتى في منهم بعد كده بيعالجوا تقريبا. يعني من ضمن الفريق العلاجي بيبقى في مدمن متعافي. لكن اللي عايز اقوله لك ان المدمن لا، بيبقى حاجه مشرفه جدا لو تعافى بشكل ايجابي. طيب انا هاخد بقى الكلام ده، لانه اصلا الحلقه دي معموله مش بس عشان نتكلم فيها بسوداويه او ننقل الصوره التعيسه للشخص المدمن، ولكن احنا عاملين الحلقه دي بشكل خاص عشان نقول لأي حد بيفكر في الإدمان إنه لأ، لأنه المستقبل وحش قوي بالنسبة لك، ما فيهوش أي نوع من السعادة، بالعكس هو تعيسه بس. وعشان نقول للشخص اللي هو مدمن بقى فعليا ولأهله إنه العلاج كمان مهمة جدا وممكن يجيب نتائج هايلة، وممكن الشخص ده يبدأ حياته مرة تانية من أول وجديد، وممكن كمان يبقى شخص ناجح زي ما حياتك بتقول دلوقتي، حتى انجح من الشخص العادي. ده حقيقي. لانه يمكن كمان بيبقى عنده رغبه في انه يلحق. ده حقيقي. يلحق اللي هو الفاتو اللي خسره. بصي، هو الـ 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 انا بشكل عام انا بحب المدمنين، عشان ابقى امين معاك، انا بقالي 20 سنه بشتغل، 2003، بس هم في حياتي من انجح الناس اللي بشوفهم على كل المستويات تقريبا. معظم بقوا اصدقائي النهارده يعني. حتى بعلمهم ان نظره المجتمع بتختلف ليك حسب انت النهارده بتعمل ايه، ودايما يقول لي الناس مش هتنسى اللي انا عملته، الاذى، الكلام ده كله. فبنتكلم بان انت بشوفه في فتره من الفترات بيبقى مدمن متعاطي، وبعد شويه بيبقى نزيل او حد انا بعالجه، وبعد شويه لو هيشتغل معايا في نفس المجال مثلا، بعد شويه مثلا بقى مدمن متعافي فبقى معالج مثلا، بقى زميل ليا في الشغل. ولو مش هيشتغل، والغالبية العظمى منهم ما بيشتغلش في نفس المجال، يعني بيعيشوا حياتهم، بيشتغلوا في شركات وبيشتغلوا شغل خاص بتاعهم، بنبقى أصحاب وممكن أرجع له في حاجات. لكن اللي أنا عايز أقولك إن هم بيبقوا ناجحين جدا وأذكياء جدا، وفي البرنامج لما بيتأهلوا نفسيا هو بيتعلموا حاجات معينة الطبيعة ممكن يعملها هو ما يعملهاش. هو بيتعلم إنه ما ينفعش يكذب، ما ينفعش يحور، ما ينفعش يؤتمن على شيء وخون الأمانة مثلا، وان دي بالنسبه له مش ممكن تخليه ينتكس. فالحاجات دي بالنسبه له بيبقى فيه خطوط حمراء كبيره جدا ما يعملهاش. الطبيعي ممكن يعمل الكلام ده، عشان كده انا بوصفهم ان هم لما بيبطلوا بشكل كويس كملائكه مشين على الارض، على عكس تماما مكان الاول. وشخص بقى عنده اراده قويه جدا جدا، يعني عشان يعرف يتخلص من ادمانه للمخدرات وبعدين يبقى بشخصيه فيها كل المقاومات الحميده دي، هو كده حد يعني عنده إرادة جبارة. إن في أهالي من كتر ما هو بقى الليدر بتاع العيلة كلها، إنه بيرجعوا له في كل المشاكل اللي في البيت، اللي في العيلة كلها.
ان هو بقى حلالي المشاكل دلوقتي. لا فبالعكس المدمن لما بيبطل بشكل كويس جدا بيبقى حد مهم جدا في المجتمع، حد راقي جدا في تصرفاته، حد عنده وعي ازاي يفكر وازاي يعمل بلان لنفسه ولغيره، على عكس تماما فترة التعاطي وقبل التعاطي.